شكرا للأدب البراعيم. والآن غادي نعلموا النتيجة ديال مسابقات الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. مجددا بعد القراءات المتميزة لبراعمنا
أسفرت هذه المسابقة أن تستلم المرتبة الثالثة مناصفة بين مجموعة بين مدرسة سعود أبريل ومجموعة مدارس دعية سفيق الحرة. نتائج المرتبة الثالثة بمعدل 7 نقاط. المرتبة الثانية احتلتها مجموعة مدارس سيدي بوكيل بمجموع 8 نقاط. أما المرتبة الأولى فكانت من نصيب مدرسة 20 غوش لقد حار على ممكن مجموعة مدرسة جغوش المجموع 9 نقاط. النقاط الأخرى الإخوان هي الموجودة بحثنا ورشاء إذا نقدم لكم الفائزة بجائزة الأولى في صرف جويد القرآن الكريم ممثلة مجموعة مدارس أجل الغرس الحين في مابلكم إيمان بوظهر فائزة بالمرتبة الأولى في مسابقة جويد القرآن الكريم. وحظ موفق للجميع، ولكن ممكن بالنسبة للجناء باش تعطينا النقاط للمجموعة الأخرى باش تدورو باش تدورو باش الجميع يشوفوها. أملنا جميعا هو أن تحرر كل المجموعات المدرسية للمشاركة في هذه النشاط الثقافي التربوي الهادف، ولكن في نفس الوقت نأسف لمن لم يحضر عنوة، وكذلك نرحب بكل من اعتذر عن عدم الحضور. I'm going to go to the hospital.
سويد المرصدة الثالثة مرافقة بين مدرسة سعود أبريل ومجموعة مدارس سيدي عبد الملك. سيدي عبد الملك المرصدة الثالثة شغال حرة على سيدي عبد الملك وسيدي عياد احتلال المرصدة السادسة. مرة أخرى شكرا وحظ موفق لفلاتات أكبرنا ونطلب من اليوم نصيحة دراسية موفقة وسنواصل إن شاء الله أنشطتنا وسنبدأ إن شاء الله بمسابقة والتي تخص مجموعة من الأمور هي مبتلى من الأمور في سبحان البيضاء جميع العينات غادي نتكلم عن الحلمية العربية التربية الإسلامية الاجتماعية النشاط العلمي الفرنسية والرياضيات والثقافة العامة. وتنجم ان شاء الله بمثل اللغه العربيه وحق موفق بالفعل وكل بالنسبة للمدرسة المبيتين كل ما كنا نشاط وثقافة يعني الأمس إلى الجواب عليه التحقوا الله يخليكم نجوم لأن حرارة الشمس وأشعة الشمس محرقة باش نحتى إن شاء الله السلامة ديالكم وإنتم مثلا مجموعة ديال التدعيات. قبل الحضور الإسلامي بخصوص ضروري بعد جميع المطورات الخاصة بالمشاهدين باش تتمر الأمور في أجواء كلها ثقافة لبعض إذن بعدوا عليهم شوية وما نشوفوهمش ونخليهم كل واحد يدير الواجب ديالو على أحسن ما يرى. بالنسبة للمتسابقين لا تكتبوش الاسم في الوراق راه عندكم البطائق العافية كل واحد عند المجموعة على شكل تاني وشكرا. أنا أردتكم جميعاً بكتبوش مدرين هذا الجيل من جانب هذا الجيل حضر كيش من شوية ويسازم شوية الصمت الله يخليكم راه النشاط ديال كل واحد ديال الجميع وخصنا نتحلاو شوية بالصبر وشوية الصمت عافاك باش ندوز هاد العرس الثقافي في جو هادي.
Thank you.